بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبناء الطلاب، وحدتنا اليوم هي البرمجة والتحكم بالحاسب. بسم الله نبدأ. تعلمت في الصف الأول المتوسط بأن جهاز الحاسب هو عبارة عن آلة إلكترونية يمكن برمجتها لأداء وظائف متعددة، وقابلية البرمجة هي ما يميزه عن غيره من الأجهزة التي صممت لتؤدي مهمة وحيدة كالآلة الحاسبة، حيث تستخدم للحساب فقط، والآلة الكتبة لكتابة النصوص، بينما باستطاعة جهاز الحاسب أن يقوم بالعديد من المهام والوظائف إذا توفرت البرامج المناسبة، حيث تحمل هذه البرامج بداخلها كل ما يحتاجه الحاسب ليؤدي عمله المطلوب. أهمية البرمجة. جهاز الحاسب بلا برامج لا فائدة منه إطلاقا، فهو لا يملك القدرة على الحكم أو اتخاذ القرارات المناسبة من تلقاء نفسه، بل يقوم بتنفيذ ما تحتويه البرامج من أوامر وتعليمات. ورغم توفر العديد من البرامج المتنوعة والتي تلبي أغلب الاحتياجات وتغطي أكثر المجالات، إلا أننا قد نحتاج في بعض الأحيان إلى برامج خاصة للقيام بمهام لا تستطيع البرامج الجاهزة إنجازها، أو قد نرغب في تنفيذ فكرة ما لم يسبق لأحد أن قام بعملها من قبل. لذلك برزت الحاجة إلى تعلم البرمجة، والتي تساعد على تنمية التفكير وصقل قدرتك على حل المشكلات بطريقة منظمة للوصول إلى الهدف الذي تنشده. مفهوم البرمجة والبرنامج. تعريف جدا مهمة. مما سبق يمكننا وصف البرمجة بأنها هي إعطاء الأوامر والتعليمات للحاسب بلغة يفهمها، وذلك لأداء مهمة معينة. ويسمى الشخص الذي يقوم بهذا العمل بالمبرمج، وهو شخص يتقن إحدى لغات البرمجة لكي يتخاطب بها مع الحاسب لينتج ما يسمى بالبرنامج. التعريف الثاني، البرنامج هو عبارة عن سلسلة من الأوامر المكتوبة بأحد لغات البرمجة، والتي يتم تخزينها في ملف قابل للتنفيذ من قبل الحاسب. لو لاحظنا في الشكل اللي أمامنا توضيح العلاقة بين المبرمج ولغة البرمجة والبرنامج. مبرمج، مخطط البرنامج، بعدين يطلع معانا البرامج. مستويات لغة البرمجة. اللغات منخفضة المستوى. على مستوى القطع الإلكترونية، لا يفهم جهاز الحاسب سوى لغة واحدة تحمل قيمتين اثنتين فقط، هما الصفر والواحد، تسمى لغة الآلة. وبالرغم من أن المبرمجين كانوا يستخدمون لغة الآلة لبرمجة الحاسب، إلا أنها كانت صعبة الفهم على البشر نظرا لكونها لا تحوي دلالات مباشرة على العملية المراد تنفيذها أو قيما صريحة للبيانات التي تحتويها. وهذا الأمر أدى لظهور الحاجة إلى إنشاء لغة يمكن فهمها بسهولة، مع إمكانية تحويلها إلى لغة الآلة لكي يتولى الحاسب تنفيذ أوامرها. وبالفعل أنتجت لغة وسيطة سميت بلغة التجميع، كما في الشكل من 1 لـ 3. هذه هي اللغة تتشوفوها. والتي تكتب أوامرها باللغة الإنجليزية، وتحتوي على مترجم خاص يتولى عملية التحويل من لغة التجميع إلى لغة الآلة. وتصنف لغة الآلة ولغة التجميع على أنها لغات منخفضة المستوى، كونها قريبة جدا من مكونات الحاسب كالمعالج والذاكرة، وتمتاز بسرعة تنفيذها وصغر حجم البرامج المكتوبة بواسطتها. ثانيا، اللغات عالية المستوى. شهدت لغات البرمجة تطور متسارع أدى لظهور لغات أرقى من اللغات السابقة، بحيث أصبح من الممكن تجاهل التفاصيل الدقيقة للتعامل مع المكونات المادية للحاسب كالذاكرة والمعالج، والاكتفاء باستخدام دوال جاهزة متوفرة في العديد من المكتبات البرمجية، والتي تجعلك تتعامل مع المعالج والذاكرة بصورة غير مباشرة، مما أدى إلى اختصار الخطوات اللازمة لإنجاز العمل، وبالتالي تقليل الوقت اللازم لكتابتها. ويطلق على هذا الجيل من اللغات اللغات عالية المستوى، وتنقسم إلى قسمين: لغات البرمجة الإجرائية، هذا أول شيء، وفيها نقوم بكتابة التعليمات البرمجية التي تؤدي وظيفة واحدة تحت اسم يدل عليها، يطلق عليه مسمى إجراء.
وفي كل مرة نريد فيها تنفيذ هذا الإجراء نكتفي باستدعائه بدلا من إعادة كتابة التعليمات مرة أخرى. كما نستطيع تجزئة البرنامج إلى وحدات صغيرة مستقلة عن بعضها البعض باستخدام هذا الأسلوب، مما يساعد على توضيح أجزاء البرنامج وبالتالي وبالآتي سهولة صيانته من أشهر اللغات الإجرائية بيسك، جو وخلافه. ثانيا، لغات البرمجة بالكائنات. ساعد هذا النمط من اللغات في ازدهار البرامج ذات الواجهات الرسومية، ويمكن الاختلاف بينهما وبين اللغات الإجرائية في كونها تغلف البيانات مع العمليات الخاصة. طبعا يا الشباب هذه جدا مهمة، وهذه اللي هنشتغل عليها إن شاء الله في هذه الوحدة. كونها تغلف البيانات مع العمليات الخاصة بها بداخل كائن يدل عليها، وكل كائن له خصائص، سمات وأفعال خاصة به، وتمتاز هذه اللغات بالبساطة وسهولة اكتشاف الأخطاء وإمكانية استخدام الكائنات في برامج أخرى، إضافة إلى سهولة التعديل على البرامج المكتوبة باستخدام هذه اللغات. من أشهر لغات البرمجة لغة سي، جافا، بايثون، بي اتش بي، فيجوال بيسك. لغات البرمجة السائدة، يعني اللغات المنتشرة حول العالم. تتنوع اللغات بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله، فنجد لغات خاصة بأنظمة التشغيل وأخرى لبرمجية مواقع الإنترنت وغيرها للتعامل مع قواعد البيانات وهكذا. وفي هذا الجدول الآتي نتعرف على بعض اللغات الشائعة. أولا، لغة سي هي لغة إجرائية، مجال استخدامها أو تستخدم في أنظمة التشغيل وبرمجة الألعاب. 2، لغة بي اتش بي لغة ديناميكية تستخدم في تطبيقات الويب. 3، بايثون إجرائية وبرمجة بالكائنات متعددة الأغراض، يعني متعددة المجال، يكثر استخدامها في إدارة النظام وتطبيقات الويب. 4، فيجوال بيسك برمجة بالكائنات تستخدم أغلبيتها لتطبيقات سطح المكتب. لغة جافا برمجة بالكائنات تستخدم في تطبيقات الأجهزة الذكية والألعاب. وبالرغم من وجود بعض اللغات التي لا تصلح للعديد من الأغراض، إلا أن الاختيار بينها يكون بالحسب الأنسب لمجال العمل المراد إنجازه. فعلى سبيل المثال، من غير المنطقي أن نستخدم لغة سي لتطوير المواقع الإنترنت، لا، نستخدم لغة بي اتش بي لتطوير الموقع وليس لغة سي. طيب، استعرضنا في الجدول السابق العديد من المجالات التقنية، ولكن ماذا عن المبتدئين في البرمجة؟ يعني جميع اللغات اللي ذكرناها سابقا تستخدم في مجال الانترنت، لكن اين الدور او اين بداية الشخص الذي يريد تعلم البرمجة؟ هناك العديد من البرامج التي تسهم في تعلم البرمجة للمبتدئين، والتي تستند على الواجهات الرسومية بدلا من كتابة الاوامر الحرفية، مثل برنامج سكراتش، وهذا البرنامج مهم ونشتغل عليه كثير جدا، التي سوف نستخدمه للتدريب على قواعد وأساسيات البرمجة. ولكن قبل التعرف على قواعد البرمجة وأساسياتها، ما هو برنامج سكراتش؟ إلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.